تيجي معانا يمكن ربنا يفك ضيقتك. اسلم على امك، خليني اسافر وانا مطمنه عليك يا ابني. يا طنط انا هخرج بركي يا حبيبتي، انا هخرج. مالك؟ افتح الباب. مالك؟ طب مفيش دعوه، عاوزني ادعيها الملك؟ طب عشان خاطري انا يا مالك. مالك كفاية اللي انت بتعمله فينا ده، والله حرام. لا اله الا الله. تعرف دي مين يا مالك؟ مالك انا مين؟ عارفني ولا مش عارف؟ الحمد لله على السلامة يا بطل. لوك مالك، الحمد لله على السلامة يا مالك. ألف سلامة ليك يا حبيبي. راح عليك طيب يا مالك. راح عليك. مالك فاق يا دكتور. مالك فاق. الحمد لله على السلامة يا مالك. يا أستاذ ممنوع كده، ممنوع. مالك فاق يا دكتور، ده أنا اللي مدربه. لوك أنت كويس؟ اخبارك ايه يا عم احمد؟ تمام، بس الولا مالك مغلبني شويه، منشف دماغه قوي في حكايه الكوره دي. قال ايه؟ عايز يسافر يلعب في اوروبا. اوروبا فين واحنا فين؟ كان نفسي يجي يقف معاه في المطبعه. هو المفروض هو اللي هيمسكها من بعدي، لكن ملك بسم الله ما شاء الله ما تكسرليش كلمه ابدا. وملك بقى عندها قد ايه؟ دي بقت عروسه، عشان كده انا بفكر اوضب الشقه عشان لما اهل العريس يجوا يخطبوها تبقى حاجه تشرف كده، ولا ايه؟ ربنا يفرحك بيها ويخليها لك. خليها لي ازاي؟ ده رحمها مني. هات سجاير عوض. الدكتور قال لك اني هرجع امتى؟ مالك سكت ليه؟ هو انا مش هلعب كوره تاني ولا ايه؟ مش هتلعب ازاي؟ ايه يا كابتن؟ ان شاء الله هتلعب وهتبقى احسن من الاول كمان. امتى؟ قريب قوي. ايوه قريب قوي، ده اللي هو امتى؟ هلحق التصفيات ولا مش هلحق؟ يا عم هتلحق، مالك يا كوتش مستعجل قوي كده ليه؟ انت لسه فايق ببالكش 24 ساعة. نجم مصر، الحمد لله على السلامة. اتفضل يا كابتن. خير؟ مالك انت كمان؟ ايه اللي جرالك؟ عادي عادي، ما تاخدش بالك. حادثة بسيطة. بس مش غلطته يا كابتن مالك، غلطة الحيطة اللي جت وقفت قدامه. عمان يا نجم، أنا واقف بره مستنيك، لو عوزت أي حاجة قول لي، واقف جنب الحيطة.
طمني عليك. اهو زي ما انت شايف. شد حيلك ولا يهمك. قالوا لك هترجع انت. الكابتن لسه قايل لي ان انا هلحق التصفيات ان شاء الله. شيكو قال لك كده؟ اه ليه؟ فعلا يا اخي الواحد المفروض ما ياخدش بكلام الجرايد فعلا. كلام ايه؟ اصل شيكو بيقول لك شهرين والكلام المكتوب في الجرنان حاجه تانية خالص. عوده مالك بعد سنه او اكثر. التقرير الطبي لمالك مصيب حسن شحاته بالاحباط. قله ادب والله. قله ادب صحيح بجد. ده حتى الكلام ده لو مظبوط المفروض ما يتكتبش. انا الواد الصحفي ده انا عارفه. واد واطي فعلا. انا ليا كلام معاه. يا اخي انت مش ناقص. تاكل؟ استنى استنى يا ريس بتعمل ايه؟ سيبه يا مالك سيبه. اتفضلي يا حاج. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ بتبيعي في العفش؟ دي قطه السفره. ما قعدناش بنقعد عليها. كانت زحمه الدنيا على الفاضي، قلتها احسن. زعلان عليها قوي. كنت هعمل ايه يعني؟ عندك حل تاني؟ ابوك وبطل يبعت فلوس. يا ستي كنت تقولي لي انا اتصرف. هتتصرف ازاي بس؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه على الحال ده يا ابني؟ سنه ونص. أنا كبرت وتعبت. كل ما بشوفك قاعد تحرق في نفسك بتعب أكتر. كابتن مالك عاش من شافك. ازيك يا عمرك؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ الحمد لله على السلامة. مالك بتفكر في حاجه معينه؟
مين قدك يا عم؟ ابطال افريقيا وهداف البطوله وبقى احسن لاعب في افريقيا. مش للدرجه دي. طب هداف البطوله ماشي، انما احسن لاعب في افريقيا دي واسعه شويه. ده بوتريكا ما خدهاش. لا خلي عندك ثقه في نفسك شويه، انت عندك مقومات مش بس تبقى احسن لاعب في افريقيا، في العالم كمان. دليل اهو عليك طلب والناس عايزاك. عليا طلب ايه بس؟ انت مصدق كلام الجرايد؟ لا ده مش كلام جرايد، ده فاكس رسمي من اسبانيا. منين؟ زي ما سمعتني، من اسبانيا. سرعة الالتئام عند مالك شيء غريب. 3 شهور بس، بص الفرق. مستحيل. بص. كابتن مالك في ضيف لحضرتك.